ان شاء الله اليوم في الورك شوب فرصه نتكلم اكثر عن الاشياء اللي موجوده كمان واللي اقترحتوها. ممكن نطريقه نتعلم على الاشياء ممكن نتجنبها او الطريقه اللي نروح في الاصح. يعني حنناقش اكثر عن هذا الموضوع من خلال ورشة. يعني كل نقطه يمكن ذكرتوها راح نتطرق لها من خلال ورشة عمل هذه ان شاء الله. نتكلم في البداية مقدمة حول عملية التدخل. طبعا كلنا نعرف أن لما تبدأ تنتهي عملية التقييم الهدف الأساسي من عملية التقييم هو الوصول إلى عملية تدخل مناسبة للطفل. يعني هذا الهدف الأساسي لعملية التقييم. لكن الهدف الأساسي في عملية التدخل هو تحسين جودة الحياة. المقصود فيه هو الوصول بهذا الشخص سواء طفل أو شخص بالغ إلى أقصى حدود إمكانياته ولا أقصى حدود درجة الاعتماد على الذات. طبعا هي تختلف من شخص إلى آخر لكن هدفنا الوصول إلى أقصى حد ممكن. هذا الهدف. إذا النتائج شنو نتوقع النتائج؟ أن يكون في تحسن في أعراض اضطرابات طيف التوحد. يعني لو كان عنده مثلا اضطرابات سلوكية هدفنا أن نخفف من هذه الاضطرابات. لو كان عنده مشكلة بالتواصل الاجتماعي نحسن التواصل الاجتماعي، نحسن التفاعل الاجتماعي، مهارات اللعب، تحسن في حياة الأسرة. يعني الأسرة تحس أن نوعية الحياة صارت أحسن. هذا هو النتائج المتوقعة. إذن في عندنا هدف نهائي، في عندنا نتائج لازم نشوفها عشان نوصل للهدف. النقطة المهمة التالية هنا لابد أن عندنا طريقة لقياس هذه النتائج. كيف نقدر نقيس أن احنا فعلا وصلنا إلى الهدف الذي نسعى له وهو تحسين جودة الحياة؟ طبعا في اكثر من طريقه. اذا كنتم تستخدمون منهج منهج معياري او اذا كنتم تستخدمون اختبارات قياسيه او يسمونها ستاندرد تيست يعني تساعد ممكن تقيس والله في لما مثلا جانا الولد كان مستوى او في ناحيه المفردات او خلينا نقول لو عملت له مثلا سكيل الاعتماد على الذات كان مثلا 2 وصلنا 7 اكيد ان في طريقه ان في تحسن ملحوظ. يعني فمهم جدا ان لابد يكون عندنا ادوات نقيس فيها النتائج حتى لو كانت ادوات احنا نسويها كمركز او كعياده. مثلا في بعض المراكز عندهم ايبلز اذا حد سامع عنه ايبلز يستخدم كثير والان في نسخه عربيه مقننه موجوده في الكويت وسمعت انها في السعوديه موجوده ايضا. فهذا يعني وجود منهج اللي هو ايبلز أو أداة قياس تساعد أن نقدر نحدد مدى استفادة هذا الشخص. إحنا عندنا مثلاً في مركز نيو إنجلاند في عندنا أداة نسميها قياس المهارات الأساسية. لما يدخل الطفل نقيس كثير من المهارات راح نشرحها لكم ونقيسها سنوياً. هذا المثال مثلا نشوف ان على اليسار مكتوب مهارة التمييز وتشتمل على مثلا سلوك الجلسة التمييز البسيط بعدين مهارة التواصل وفيها اشياء اخرى بعدين في مهارات ثانية مثل مهارة الاعتماد على الذات المهارات الحركية المهارات الادراكية كثير من المهارات تدخل ونقيس. اذا تلاحظون اول عمود هو اول سنة 2010-2011 العمود الثاني بعد سنة من نفس الاختبار أعدناه بعد سنة كاملة اختبار شامل يغطي جميع المهارات الأساسية عند الأطفال ونشوف مثلا في مهارة تسمى session behavior اللي هو أن الولد يقعد أثناء الجلسة ويعني يستمع للكلام كان 1 صار 5. المهارة الثالثة اللي هو المطابقة بين الأشياء من 1 إلى 5. إذن في طريقة موضوعية إلى حد ما تثبت لنا ان في تحسن ملحوظ لدى هذا الطفل. كانوا اقرب للبلوف ده كانوا الفول مارك عندك 5 كله. نعم الفول مارك عندك كله اي هو هذا 5 الفول مارك. طبعا مو معناته هذا نسميه قياس المهارات الاساسيه. يعني عندنا يعني هذا تم عمله بناء على بحوث ايش هي المهارات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عند كل شخص. يعني بيعطي
مو معناته ان الواحد جاب 5 خلاص نوقف، يعني هو عنده مهاره اساسيه اللي هو مثلا يعني من المهارات الاساسيه انه يتعرف على 20 صوره او يتعرف على 20 شيء اوبجكت. طبعا مش كفايه لاي شخص يعني 20، بس انه اذا عنده 20 مفرده يعتبر كمهاره اساسيه جيد يعني، بس هو تركيز على مهارات اساسيه فقط. كم بند؟ 12؟ لا اكثر صراحه. نحاول ان عندنا مشكله تكنيكال شويه. يفضل بعض الأشياء أن يقلل في مهارات المساعدة الذاتية، وفي طبعا قسم الأكل والشرب والمستحم، المهارات الصحية، المهارات التركيزية، مهارات متعلقة بالسمين، المهارات المجتمعية. هذه المهارات الأساسية اللي نغطيها في هذا التقييم. تقييم المهارات الأساسية وخاص بالمركز يعني. مبادئ التدخل. مبادئ التدخل هي مثل ما قلنا المبادئ الأساسية مهمة جدا، يجب أن تحكم عملية التدخل. ومن أحسن المراجع اللي تتعلق بمبادئ التدخل كتيب أو كتاب خرج سنة 2001 من قبل ما يسمى المركز القومي للبحوث في أمريكا، يعتبر من المراجع الأساسية عن كل خاصة في مجال التربية الخاصة، لأنه يتعلق بتعليم الأطفال أو الأشخاص اللي عندهم توحد. هو عبارة عن يعني نتيجة للقاءات علمية ومؤتمرات بين الناس يعتبر من كبار الباحثين في مجال التوحد، وكان اللي كان يرأس عملية إصدار الكتاب أو تحرير الكتاب هي بروفيسورة اسمها كاثرين لورد اللي هي عملت إيدس إذا أحد سمع عنه. التوصية الأولى أن يجب أن يكون التدخل ذا صبغة فردية، اللي هو أن يعني ما يصير يكون عندنا خطة علاج لكل الأشخاص زي الروشتة، يعني مثلا أي واحد يجي نعمل لازم يكون كل شخص نفصل له طريقة برنامج تقييم، برنامج تدخل خاص بهذا الشخص. يجب أن يكون محورا حول احتياجات الأسرة، يعني مثل ما قالت الأخ قبل شوي لازم يكون الأسرة ندخل الأسرة في عملية التدخل، ناخذ آراها، ناخذ وجهة نظرها في عملية التدخل، إذا في مجال أن نعطي، إذا في خيارات، إذا في شيء في خيارين ناخذ الخيار نتفضل الأسرة. النقطة اللي بعدها أنه يجب أن يتم التدخل مبكرا، يعني في دراسات أثبتت أنه لما نبدأ على سن السنتين التدخل يكون أحسن، النتائج أحسن من لما تبدأ على سن الثالث. شوف معنا ممكن واحد يقول سنتين ثلاثة ما في فرق، لا في فرق حتى على هذا المستوى. فكل ما كان التدخل مبكر كل ما كان النتائج أحسن. يجب أن يكون فعالا، وراح نتكلم إنه فعال بمعنى إنه يطلع نتائج فعالة يغير من حياة الشخص. يجب أن يكون شاملا، يعني من النقاط المهمة أنه ما يصير أن نشتغل بس على جانب واحد، مثلاً جانب التواصل ونهمل جانب السلوك، أو نركز على النطق واللغة ونترك التفاعل الاجتماعي، أو نركز على التفاعل الاجتماعي ونترك جانب الأكاديمي. يعني كل النواحي الحياتية لازم تكون موجودة مكثفاً. الكتاب هذا أو المجموعة اللقاءات العلمية هي أول من أوصى بعمل 25 ساعة أسبوعياً. هم اللي حطوا على الرقم إنه عشان يكون التدخل فعال يجب أن يتم بحدود 25 ساعة أسبوعياً، يمكن يزيد بالنسبة لبعض الأطفال اللي عندهم صعوبات شديدة. النقطة الثالثة أنه يتعين على جميع التدخلات أن تكون مبنية على الدليل العلمي.
النقطة التالية أن لازم تكون تدخلات مبنية على الدليل، يعني هذا هو الهدف الأساسي من ورشة العمل هذه، أن نبين شو يعني تدخل دليل علمي، كيف نوصل للدليل العلمي. والنقطة اللي بعدها التركيز على التدخل من خلال البيئة الطبيعية، أن كل ما أمكن أن يكون عملية التدخل أثناء البيئة الطبيعية كل ما كانت النتائج أحسن. مقصود في البيئة الطبيعية إما البيت أو صف الدراسي، لأن صف الدراسي أيضا بيئة طبيعية للأطفال. طبعا لما نتكلم عن طفل عمره سنتين أو ثلاثة البيئة الطبيعية أكيد هي البيت، ما راح تكون المدرسة يعني أكثر. تحسب الساعات في البيت؟ نعم، من ضمن 25 ساعة. نعم، إذا كانت ضمن البرنامج تحسب. وفي عادة يعني في كثير من الأماكن الأطفال اللي أقل من ثلاثة فقط في المنزل، يكون التدخل كامل فقط في المنزل، حتى في أخصائيين يشتغلون في المنزل. نعم. إن تكون الخدمة المنزلية هذه موجودة في الدول برا يعني. في مؤسسات لا شخصية، هي فردية. متخصصين يجون البيت. في اللي هو شلو بتشار. شخصية. هذا خاص فردية عرفتي. في جمعيات بتعتمدها وبتطلعها، في هو صراحة يعني هو إن عدم وجودها ما يمنع أنها تكون موجودة يعني. أيوة. ما أتوقع، أنا عارف إن ثقافتنا شوي تختلف كذا. أيوة. بس إن ما في شيء يمنع أن طبعاً إن على الأقل أن بعض الناس خاصة مع أطفال صغار طبعاً. أيوة. يكون في البيت. النقطة اللي بعدها التركيز على مهارات التواصل الاجتماعي، خاصة مهارة المبادرة. الحين من نار راح نتكلم عن دور أخصائي نطق اللغة. بالنسبة للإرشادات اللي متوصلة فيها من الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع، في عام 2006 التركيز على تحسين مهارة المبادرة في التواصل عند الأشخاص التوحديين، لأنه هذه واحدة من المهارات اللي عندنا ضعف شديد فيها. المساعد في استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي، التواصل غير لفظي
تفرق بين الدليل بين مهارتك وبين منظور مقصود منظور المريض او المراجع انك تاخذ في الاعتبار ثقافه الشخص هذا لما تفكر في العلاج تاخذ اراءه معتقداته مثلا دينه ثقافته هذه الاشياء مهمه جدا تدمجهم مع بعض للوصول الى خدمه ذات جوده عاليه تعكس اهتمامات وقيم واحتياجات وخيارات الفرد والذي نجده هذا هو تاريخ الممارسات القائمه على الادله الأخصائيين النص واللغة مثل كل أخصائيين الثانيين ملزمون أخلاقياً بتقديم خدمة مبنية على الأدلة العلمية يعني أي أخصائي ملزم أنه يعرف أنه والله هذه الطريقة اللي استخدمها أنا تكون طريقة علمية كيف نعرف أنها طريقة علمية راح نتكلم في النقطة التالية طبعاً بالنسبة لي نتكلم عن الأدلة العلمية في فرق بين دليل عن دليل فمعظم المنظمات أو الدول عندهم تقييم يسمونه مستوى جودة الأدلة يعني مستوى جودة الأدلة يعني كيف نميز بين هذا الدليل والدليل الآخر وأي دليل ممكن يكون أهم أو عنده قوة أكثر. المستوى الأول هو المستوى الأحسن هي الأدلة اللي ناشئة من ما يسمى بالسيستماتيك ريفيوز بالعربي يسمى المراجعات المنهجية. شو يعني السيستماتيك ريفيوز؟ المراجعات المنهجية. المراجعات المنهجية عبارة عن أن الباحث يقوم بدراسة كل البحوث اللي نشرت في موضوع معين. مثلاً نتكلم عن sensory integration أو التدريب التكامل الحسي مثلاً يجي هذا الشخص إذا بيقيم يشوف كل البحوث اللي نشرت في هذا الموضوع يعني يجمعها ويقيم بناء على معايير معينة والمعايير تتعلق بمثلاً تصميم البحث طريقة البحث كيفية اختيار المشاركين طبعاً في اختيار عشوائي في اختيار غير عشوائي في كثير معي الطرق الإحصائية اللي استخدمت النتائج مدى ثبات أدوات التقييم المستخدمة كل هذه يقيمها الباحث ويختار على أساسها يقيم مدى جودة الدليل لاحظ هذا مجموعة باحثين يقيمون كل الأبحاث اللي نشرت طبعا في مجلات علمية محكمة مو أي 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 يعني أي بحث نشر مجلات علمية محكمة فأحيانا يضطرون إنه إذا 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 في أبحاث ما تنطبق عليها المعايير ما يدخلونها في عملية المراجعة. في طريقة ثانية يسمى التحليل خلوي meta analysis تقريبا نفس فكرة المراجعات المنهجية الفرق الوحيد بينه في meta analysis إنه أو التحليل التلوي إنه يقومون بتحليلها كل الدراسات أو البيانات إحصائيا يعني يجمعون البيانات حق كل شخص دخل في هذه الدراسات يجمعونها مع بعض إحصائيا يقومون باختبارات إحصائية حتى يطلعون إلى نتيجة يقيمون فيها هذه الدراسات تقريبا المراجعات المنهجية والتحليل التلوي عند بعض حسب التصنيفات قلنا في أكثر من تصنيف بس في كثير من التصنيفات أما يكون هو المستوى الأول أو يكون المستوى الأول مع RCT التجارب المنضبطة تعتبر أعلى مستويات الأدلة النوع الثالث هو المستوى الأول اسمه RCT بالعربي يسمونه التجارب المنضبطة ذات الاختيار العشوائي يعني إذا كان في دراسة جابوا مجموعتين مجموعة تجريبية مجموعة ضبط تسمى مجموعة ضبط يعني مثلا هذول يعطونا علاج هذول ما يعطونا علاج يقارنونهم بطريقة عشوائية هذا تعتبر من المستوى الأول أيضا من المستويات جيدة في الأدلة المستوى الثاني تجارب منضبطة لكن دون اختيار عشوائي المستوى الثالث دراسات تعتمد على الملاحظة مع مجموعة ضبط المستوى الرابع دراسات تعتمد على الملاحظة دون مجموعة ضبط فمثل ما نلاحظ في مستويات الأدلة يعني مو كل البحوث تعامل بنفس الطريقة في بحوث أعلى وميزة دراسات المراجعات المنهجية أنه ليست بناء على بحث ولا على بحثين لازم تكون كل الدراسات اللي انشرت ويطلعون فيها بنتيجة معينة طبعا ذكرت المصدر هذا التصنيف أو مستوى جودة الأدلة
هو من وزارة الصحة الأمريكية. هذه بس عرض يعني الصورة لمستوى جودة الأدلة. لاحظ أن المراجعات والتحليل التلوي هو المستوى الأول، وقع المستوى اللي هو يسمى كيس ريبورت اللي هو تقرير شخص واحد أو طفل واحد أو رأي شخصي، وهذا يعتبر أقل مستوى من أقل جودة من مستوى الأدلة. بالضبط، هو هذه النقطة مهمة، إن كيف واحد يقدر يوصل لها؟ لا أنا ولا أنت ولا معظم الناس ما عندهم القدرة أو الوقت أو الخبرة أو المهارات إن يسوي هذه الأشياء. يعني أنت مثلاً عشان خلينا نقول أنت الآن مدرس تربية خاصة أو أخصائي تربية خاصة وحب أقرأ عن مثلاً تدريب السمعي، التكامل السمعي، صح؟ ما ينفع أن أشوف دراسة أو دراستين أو ثلاثة أو أربعة، لازم في تقييم للدراسات وتقييم لكل هذه الدراسات. فاللي يصير أنه لابد أن يكون في جهات مسؤولة، وهذا في ناس وفروا علينا هذا الشغل لأنه ما حد عنده وقت أنه يبحث في الأبحاث ويراجع وكذا. فهو هذا النقطة الثانية، كيف إحنا كأخصائيين نوصل لهذه الممارسات؟ طبعا هو الشيء المؤسف أنه كلها باللغة الإنجليزية، يعني إذا ما عندك لغة إنجليزية كافية ما راح تقدر توصل لتقييم أو لمصادر هذه الأدلة. فهي عبارة عادة تكون كيف يكون شكلها، يكون شكلها إما توصيات رسمية، يعني مثلا تطلع مثلا نقول أكاديمية طب الأطفال في أمريكا وتقول إحنا ننصح بأن التطعيم يجب أن يقدم لكل الأطفال وما في علاقة بين التطعيم وبين هذا، ما يكون يعني عشوائية، يكون ما يسمونه توصيات رسمية، بمعنى أن جابوا مجموعة من الباحثين قالوا ادرسوا كل الأبحاث اللي أعطونا رأيكم بناء عليه إحنا نقدم هذه التوصية الرسمية لكل أطباء الأطفال يستخدمونه. حيث أنا كان مثلا كطبيب أطفال وكأخصائي ما أحتاج إني أدرس كل البحوث عشان أوصل للاستنتاج، في استنتاج طبعا مذكور في المراجع وكل شيء. أحيانا تسمى خلاصات بحث، أحيانا تسمى معايير أو ستاندردز. الجهات اللي تصدرها عادة هي إما وزارات التعليم أو الصحة في أمريكا، أحيانا حتى ولاية ممكن تطلع هذه المعلومات. وأنا ذكرت أمثلة، إذا أحد حاب نعطيكم الإيميل إن شاء الله، نعطيكم مثلا الأسماء الجهات وعناوينهم والويب سايتس حقتهم. فمثلا الـ AHRQ هذا هو Agency Healthcare Research Quality، هو عبارة عن منظمة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية تقيم جودة البحوث في المجال الصحي. فمثلا AHRQ عندهم إرشادات أو Guideline خاصة بالتوحد. المركز القومي للبحوث اللي تكلمنا عنه عنده كتاب كامل، مشروع Wentworth Clearing House في وزارة التعليم الأمريكية، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عندهم بيانات رسمية، توصيات رسمية، الجمعية الأمريكية للنطق والسمع راح نتكلم عنها، في بريطانيا منظمة التواصل في مشروع اسمه المشروع القومي للمعايير راح نتكلم عنه بعد شوي، المعهد الوطني للصحة في بريطانيا، في مؤسسة كوكريل معروفة في المجال الطبي وعندها أيضا مجموعة توصيات خاصة بالتوحد، وفي مركز التربية الخاصة في جامعة مكويري في أستراليا، في أستراليا في جامعة اسمها مكويري عندهم مركز اسمه مركز التربية الخاصة، يطلع نشرات دورية يقيم فيها كثير من العلاجات والمستخدمة خاصة مع الأطفال والطبيين وحتى مع أطفال ثانية، يعني عندهم حتى عن القراءة وعن الدسلكسيا وعن أشياء كثيرة في مجال التربية الخاصة. واضح الحين الأدلة العلمية قبل ما ننتقل للفقرات إنك هذه تعريفها شون أو كيفية الوصول لها، نقطة مهمة جدا إن كيف نوصل لها. في اليومين آخر كم يوم حاولت أدور عن شيء بالعربي، لقيت إن وزارة الصحة السعودية عندها نفس الفكرة اللي تسمى توصيات رسمية بس كلها أشياء طبية،
ما في شيء له علاقه مثلا بالتوحد او بالتربيه الخاصه. لكن مثل ما قلنا في مثلا في امريكا في كثير مصادر كثير مراجع تلخص لك تعطيك النتيجه النهائيه لكل عمليه تدخل. بالنسبه للاخصائيين النطق واللغه في الجمعيه الامريكيه او الاتحاد الامريكي لاخصائيين النطق واللغه والسمع عندهم شيء يسمى خرائط الادله الخاصه او يسمى evidence map. هي عباره عن اداه متاحه على الانترنت تساعد الاخصائي في اتخاذ اي قرار يتعلق بنوعيه الاضطراب اللي عالجه الاخصائي ونوعيه الممارسه. يعني اذا كنت تقييم مثلا ممكن تسوي مثلا توحد تكتب autism توحد يطلع لك ممارسات معظمها مراجعات منهجية. احنا قلنا المراجعات المنهجية هي اعلى مستوى المستويات الادلة. فيعطيك مثلا ايش احسن ممارسات في التقييم، ايش احسن ممارسات في التدخل، ما هي احسن ممارسات في الخدمة اللي تقدم عن طريق الاهل، ما هي أحسن الممارسات للأطفال من سن 0 إلى 3. يعني عندهم مجموعة هم هدفهم أن يجمعون كل الممارسات اللي موجودة وخاصة المراجعات المنهجية اللي هي أعلى مستوى من الجودة ويقدمونها للأخصائيين. وتقدر تبحث عليها وتغطي المكونات الثلاث اللي تكلمنا عنها اللي هو الخبرة الكلينيكية، الأدلة العلمية، ومنظور المراجع أو المريض. الحين نتكلم شوي عن المشروع القومي للمعايير، هو او اسمه National Standard Project، مشروع قومي للمعايير. هو عباره عن مشروع بدا سنه 2005 في مركز يسمى National Autism Center او المركز القومي للتوحد القومي في ولايه ماساتشوستس. يعتبر المشروع القومي للمعايير اكبر مشروع بحثي خاص بالتوحد من ناحية تقييم العلاجات البحثية. اللي سووا أن هذا المركز جاب تقريبا أكثر من 60 باحث من متخصصين للتوحد وطلبوا منهم أن يدرسون أكثر من 1000 دراسة تتعلق بالتدخل، فقط في التدخل عند الأطفال والأشخاص التوحديين. بناء على هذه طلعوا كتاب سنة 2009 وعملوا نسخة ثانية يسمونها المشروع الثاني سنة 2015 يكون ما بين 2009 و 2014. فقاموا بتصنيف 70 أكثر من 60 باحث قاموا بتصنيف كل الدراسات اللي تتعلق بالتدخل وطرق التدخل المختلفة. مثلا مجموعة تبحث عن موضوع التعلم العربي اللي راح نتكلم عنه incidental teaching أو تعليم من خلال البيئة الطبيعية. يروحون الباحثين يشوفون كل الأبحاث اللي نشرت بناء على معايير معينة يقومون بتصنيفها، هذا مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رابع، كل دراسة يتم تقييمها، بعدين يجمعون كل الدراسات ويعطونها تصنيف معين. التصنيف إما يكون أن هذه طريقة تدخل مثبتة مقصود أنها تم إثبات فعاليتها بشكل علمي، ومعظم التدخلات المثبتة كانت بناء على علم تحليل السلوك التطبيقي اللي هو الـ ABA. معظم الدراسات بس مش كلها. لقوا أن في بعض التدخلات تسمى ناشئة، المقصود أن في دليل بس في كم دراسة بس ما في دليل قوي. مثلا معظم الناس يستخدم PECS، يعني المشروع هذا لقى أن PECS يسمى تدخل ناشئ، يعني في بعض الأدلة بس ليست قوية إلى درجة إن مثل نفس الـ ABA إلى درجة إن نقول مثبتة. لقوا إن في دراسات غير مثبتة، لقوا إن هذه الدراسات لدل الدراسات بعيدة، لا نقول هاي مثبتة، تدخل غير مناسب. اللي هو مثلا التدخل بال لقوا إن ما في دليل علمي عليها. طبعا التصنيف الآخر الرابع هو ضارة، ما لقوا ما في ولا دراسة ينطبق عليها التصنيف، لأنه معروف أنه أخلاقيا إذا لقيت أن الدراسة فيها ضرر لازم توقفها مباشرة وما راح تنشرها يعني أكيد. فهذه المشروع القومي للبحوث. الحين
طيب نرجع لحالة محمد. أول شيء إيش رأيكم توقفوا كلكم؟ بس كذا يعني بريك عشان صح صح كلنا. أوكي لا تفضلوا بس. لا ما فيش حاجة. أوكي نرجع لدراسة حالة محمد. اتكلم الدكتور هقول شوية كتير عن الـ evidence based practices والأدلة العلمية. فنرجع للتوصيات أو الأشياء اللي قاعد يطبقها محمد أو الجلسات اللي قاعد يأخذها أو الممارسات اللي قاعد يروح لها. في جلسات باستخدام التكامل الحسي، التكامل السمعي، وحيبدأ جلسات باستخدام الخلايا الجذعية في الشهر الجاي. فنبغى نعرف رأيكم أنتو عن هذه المناهج. إيش تتوقعوا حكمها أو أنتوا خبرتكم يعني إيش هل تتوقع أنها مثبتة علميا موصى فيها أو لازم نستبعدها؟ اتكلموا من نفس المجموعات، ناقشوا مع زملائكم ونرجع بعدين للسلايدز. أيوة مع بعض، لا قصدي تناقشوا مع زملائكم زي ما كنتوا مجموعات نفس المجموعات. تروح كذا والله ما اللي جنبنا. اوكي خلاص حطين تايمر. نبدا باول مجموعه شباب شكلكم نسمعكم يعني. طيب هنا نتكلم على التكامل اللي بيكون افضل تدخل موجود. اوكي استبعدنا الجذعي، التكامل الحسي بيكون شامل زي كذا، لكن هو بيجي بعد التكامل السمعي كمرحلة ثانية. أوكي. التكامل السمعي بيكون أفضل العمليات الكلام تعتمد على التكامل السمعي. ماذا من ناحية الفكرة عن التكامل السمعي تكامل حسي؟ نعم. تفضلوا تفضل. بالنسبة للمنطقة أنا ماني عارف ممكن يأثر في الطفل، ممكن الطفل يسمع تشويش وأشياء وأصوات تأثر عليه
ما يسمع اللغة لغة الشخص بتكاملها بأثر على نطقه. بالنسبة للتكامل الحسي بما أن الطفل عنده مشكلة حسية اللي هي ما يأكل أشياء صلبة، فالطفل طبيعي يكون أعضاءه ممكن ضعيفة لأنه ما ينظر أشياء صلبة كلا يعني عايش على أشياء زي المهلبية الأشياء، فطبيعي يكون أعضاء نطقه ضعيفة. فكل ما أشوف لغة أهمية بالنسبة للخلايا الجذعية. أوكي المجموعة ناقشت في الموضوع؟ أوكي. في أحد عنده؟ أو أي مشكلة حصلت بتأثر بثلاثة أربعة. التكامل الحسي طبعاً أكثر فعالية، فيها أمور يعني جاب نتائج أفضل إنها هي التكامل السلبي. أوكي المجموعة اللي... في أحد يبغى يشارك في نقش في الموضوع وراء؟ المجموعة اللي وراء ما عندكم عذر يعني مو متأخرين. أحد يبي يشارك شيء المجموعة اللي وراء؟ ما في أحد. أوكي المجموعة الثانية. المجموعة اللي وراء ما في رأي ما في رأي معين. طبعاً أنا ما عندي خلفية عن علاج كذا، بس عادة ممكن التكامل الحسي يكون مرتبط بالحس. شو الأشياء الخاصة عند الطفل؟ يعني كيف حاسة من ناحية تدو سواء كانت من ناحية الجسم مثلاً، يعني أحسن ما بعدها ممكن يجي شوي أدق التكامل ثانية مع الحس. أوكي. في أحد ثاني؟ إن شاء الله نحاول نغير رأيكم إحنا. تفضل. تفضل. أنا حضرت المؤتمر 2015. ليت على المايك عشان نسمعك. أوكي. أنا حضرت المؤتمر تبع أشعة 2015 أثبتوا إن كل دول بالإضافة للضغط الأكسجين هم أشياء غير مثبتة علميا. كل دي أشياء غير مثبتة علميا. يعني شيء كل شغل مع أطفال التوحد سلوكي. هل اشتغل معاه بالاي بي اي، اشتغل معاه مثلا بالفي بي ماب، اشتغل نقيم بالابوز، تدخلات زي زي ما حضرت كلمته عن النت والبي ار تي والكلام ده، كل ده اللي بيجيب اللغه مع الطفل والتواصل معه. اما الكلام ده كله كلام قابل للنجاح وقابل للفشل. فكل الحياه دي هي شيء غير مثبته علميا. لساعات التكامل الحسي مع اطفال أطفالنا، التكامل السمعي مع أطفال وأطفالنا، العلاج بالخلايا الجذعية فده موضوع قديم يعني. شكرا. هو ثواني أحط الـ other side. هو إحنا مثل ما قلنا النقطة المهمة أن 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 الكلام تقريبا نفس كلام الأخير يعني ما في دليل كفاية صراحة، خاصة أنا عارف إن كثير ناس كثير مراكز كثير أخصائيين مو بس في السعودية في أمريكا في أوروبا يستخدمون التكامل الحسي، خاصة أخصائيين علاج المهني وعلاج الوظيفي، لكن ما في دليل كافي ومعظم الجهات الرسمية ما تنصح باستخدام التكامل الحسي. ولأن أنا عارف إن في كثير مراكز أو جهات في السعودية تستخدمه، حاولت إني أجيب معظم المصادر اللي يعني مثلا آشا هي الجمعية الأمريكية لخصائص الطب عملت سيستماتيك ريفيو مراجعات منهجية، كل هذه مراجعات منهجية يعني مش بس بناء على دراسة أو دراستين أو ثلاث، بناء على بحث شامل لكل الدراسات وتقييم، لأن مهم جدا نعرف أن في دراسات تنشر بس من ناحية منهجية تعتبر ضعيفة، في دراسات مثلا عدد قليل من الأطفال ما تقدر تعممها، عشان تلي المراجعات المنهجية اللي هي دراسة شاملة تعطيك تفضل التكامل الحسي تقصد فيه من ناحية اللغة ولا في التوحد بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام. هو التكامل الحسي باختصار هو نظرية طلعت في السبعينات جين ايرز هي اللي بدأتها تقول ان الأطفال عندهم توحد وفي حتى اضطرابات ثانية عندهم مشكلة في معالجة المؤثرات الحسية، اما يكونون في حالة over stimulation يعني عندهم حساسية زيادة وحساسية أقل منها، وأن هذه تسبب
خلل في النظام، يعني في نظام الشخص في طريقة معرفته للمؤثرات الحسية. طبعا في فرق، في إجماع أن كل أطفال، مش كلهم سوري، أن معظم أطفال التوحد عندهم مشكلات حسية، يعني مثلا عندهم إحساس زايد في بعض الأشياء. المثال هذا الولد أنه ما عنده مشكلة في المرء لأنه ممكن يتحسس من المرء، هذا شيء يختلف تماما عن التكامل الحسي. لازم نعرف التكامل الحسي نظرية معينة، أنه مش بس عندهم مشكلات حسية، في فرق بين الشخص يكون عنده مشكلة حسية وفي فرق بين يكون شخص عنده مشكلة في معالجة المؤثرات الحسية. فهذه المشكلة اللي اسمها مشكلة المعالجة أو Sensory Processing Disorder حتى في DSM-5 مش موجودة. هذه واحدة من النقاط المهمة، أنك هذا كاضطراب أنه مش موجود. فناشنال تكلمنا عن المشروع القومي للمعايير، قال أنه ما في أي دليل. جامعة مكويري في أستراليا نفس الشيء، قالت ما في دليل. CMHO اللي هي في كندا، وزارة الصحة في كندا بناء على دراساتهم طبعا تقييمهم، قالوا ما في دليل. الجمعية الأمريكية طب الأطفال ما في دليل. وزارة الصحة الأمريكية اللي هي مركز البحوث في وزارة الصحة، كلهم قالوا إنه ما في دليل. يعني ليه بيفرضون في مراكز؟ المراكز بيفرضوا إن لازم يكون في تكامل حسي، وأنت كمركز لو ما عندكش تكامل حسي يبقى عندك خدماتك أقل. ليه؟ مدام هو مش مثبت صراحة. مثلا احنا مركزنا يعتبر من يعني اكبر المراكز في العالم، يعني ما عندنا، يعني واحدة من شروط الاساسية انك تشتغل عندنا انك ما تستخدم التكامل. يعني اذا اخصائي علاج مهني يجي يقول انا بستخدم التكامل قبل لا يدخل المركز، قبل لا يتوظف، لازم يعرف ان احنا ما نستخدم اي شيء ما له دليل علمي. هذه النقطة الاساسية، ان ما تحكمنا اراء فردية او منو قال او منو سوى او منو. عشان كذا الهدف الاساسي من هذه هو نشر المعلومات. يعني أنا ما أقول اشتغلوا نفس طريقتنا أو نفس طريقة فلان، ما أقول لكم يعني تعتبع. عندنا مراجع علمية، وتلاحظون أن أنا حاولت تجنب أحط معظم المراجع هي مراجع حكومية، يعني دولية حكومية، وزارة صحة، وزارة التعليم، يعني مش مركز معين أو جهة معينة لها مصلحة أو كذا. فاللي ننصح فيه أنه عندنا بدائل كثيرة، يعني مثلا حتى في دراسات، يعني في دراسة واحدة شفتها أنا شخصيا، أنه قارنوا بين التكامل الحسي وبين العلاج السلوكي، لقوا أن العلاج السلوكي جاب نتائج أكثر. يعني فأنت ليش تضيع وقتك في شيء مش مثبت علميا؟ هذا النقطة الأساسية، أنها عندنا إمكانيات محدودة، عندنا وقت محدود، ما عندنا الأمر كله للولد هذا. فنحاول أن نستخدم الأدلة أو الطرق تدخل المثبت علميا. التكامل السمعي هو أسوأ من التكامل الحسي، لأن التكامل السمعي لقوا أنه كان في نسخة قديمة في التسعينات، وزارة يسمونها FDA في أمريكا، اللي هي إدارة الأغذية والدواء في أمريكا، منعت استخدامه. هو عبارة عن جهاز، الولد يركب سماعة، في جهاز، الجهاز يرفع من الذبذبات وعملية الصوت، فممكن يسبب مشاكل سمعية عند الأطفال. يعني فمنع تماما من الجهاز. فاللي صار أن الشركة اللي كانت تسوي جهاز سوت جهاز ثاني، وسوت طريقة التركيب الجهاز أو المعايير بحيث أنه ما يدخل تحت الـ FDA، يعني خذوا ترخيص من غير ما يمرون من خلال الـ FDA. معلوماتنا على الحاجات دي مختلفة. يعني التكامل السمعي ده حاجة مهمة، يعني التكامل الحسي ده هو السؤال. هو هذا الفكر الأساسي، أن أي شخص أخصائي أنا أشوف أنه يكون هو يتحمل مسؤولية أنه يراجع، يرجع للمصادر. يعني وما يكون مصدر، يفضل أنه ما يكون مصدر شخص، يعني مهما كان. يعني ما ينفع أنه أي واحد يسألني صالح شنو رأيك، أقول له والله هذا تدخل ممتاز وكذا. أوكي، ممكن أقول عطني الدليل، مفروض هذا الصح، عطني الدليل، عطني المصدر، عطني. حتى نلاحظ أننا نتكلمنا عن الأدلة فيها مستويات، يعني لما واحد يقول والله في دراسة نشرت في المجلة كذا كذا، أقول لا، في مراجعة منهجية systematic review أو meta analysis اللي هو دراسة تحليل إحصائي لكل الدراسات، أكيد أن في دليل أقوى من دليل. فعشان كذا ركزنا على النقطة هذه، يمكن خذ وقت أكثر من المفروض أن أخذه، بس نحاول نوصل أنه
لازم نفكر كأخصائيين بطريقة نقدية، أن لا أحد قلنا شيء ما نأخذه وخلاص نسويه. يعني معلش النقطة هذه حساسة، لأن الآن تعتبر يعني خاصة في السعودية يعني السنتين الماضية بالإضافة للسنة هذه تعتبر التكامل الحسي هو حديث التربية الخاصة. أصبحت الآن تجهز غرف بمبالغ عالية للغرف الحسية. كلامك هذا صدمنا ترى، أنا من الناس المصطمين يعني، أنا ناس غرفنا تكلف على 20-30-40 ألف. صح. ولا تقول لي لا الكلام ده كله ما يصير. صح. أنا هذا اللي نحاول نوصله، يعني مثل ما قلت هو مش رأي شخصي، أنا مش رأي، أنا ما عندي، ماني باحث في عملية، أنا مجرد أني راجع المراجع يعني أي شيء أستخدمه. طبعا مشكل ما في أخصائي كل الممارسات اللي يسويها قائمة على الأدلة، بس في فرق يعني، في أشياء نسويها تعلمناها نسويها تسوكي مدى ما في دليل ضدها، صح ولا لا؟ يعني مثلا لما استخدمنا تكس، من زمان نستخدم تكس ما كان في دليل قوي، وما زال دليل ضعيف على تكس بس نستخدمها، بس ما في دليل إنه غير مفيد. لاحظوا الفرق، يعني ما في دليل غير مفيد، وما في ومثلا تكس يخدم هدف معين، يخدم التواصل غير اللفظي ويقلل من المشكلات السلوكية، يعني ما في شيء يمنع انك تستخدمه، لكن لما يكون شيء موجود وفي دلائل اني تقولك ما في دليل علمي ليش تستخدمه، هو هذا السؤال يعني. ايش البديل يعني؟ البديل في كثير أدلة علمية راح دحين نتكلم عنها كثير نستخدمها. يعني لما راجع في هذه المراجعات ممكن تعطيك 30-40-50 طريقة كلها مبنية على أساس علمي. طبعا الخلايا الجذعية هذا شيء صار له كم فترة ما في دليل صراحة، في أمريكا كندا حتى ما في دراسات، ليش؟ لأنه ممنوع تسوي دراسات، عشان تسوي الناس اللي يسوي خلايا جذعية قاعد يسوونها في دول مثل الهند مثل أوكرانيا مثل دول ثانية ما فيها تشديد ناحية السلامة يعني، وما نقدر نقول أي شيء يعني، هذا قلت ما أدري، بس إنه مدام منع حتى ما عندنا دراسات ليش، نفس الفكرة ليش أستخدم شيء مجهول شيء ما له يعني. تلاقي يعني نفس موضوع الأكسجين، تذكرون لما أقول ما بدأ أكسجين فجأة الناس كلها راحت تسوي الأكسجين أكسجين، في النهاية كل هذه الأشياء وما كان لها دليل علمي. علشان نتكلم عن انت ما في داعي نشاط على هذا. يا احسن، بس لما نتكلم عن بعض الممارسات اللي نستخدمها مش بالضروره انها غلط كلها او مثلا ضعيفه، بس فعلا نستخدمها الحين يعني. واحده منها احنا كاخصائيين لغه ونطق لو تدريبات عضلات الفم غير متعلقه باليه انتاج الصوت اللي هي نون سبيتش اورال موتور اكسرسايزز، يمكن سمعتوا فيها. اوكي، التواصل البديل والمساعد اللي هو الاي اي سي، زي ما ذكر الدكتور يعني ما في لسه دليل مثبت يعني، بس في ادله ناشئه تثبت فعاليتها. وتدخل ثنائي اللغه bilingual intervention اللي هو التدخل بس يعني بلغتين، وعندنا احنا يعني كثير، او احنا طريقه التدخل عندنا bilingual. ف هذه من هذه الدراسات يعني تحتاج سوري هذه الممارسات تحتاج دراسات اكثر عشان تثبت فعاليتها. ما في ادله ضدها بس تحتاج دراسات اكثر. تفضلي. اسال كان هل الطفل حتى لو طفل صغير لو دخلت له لغتين قبل 3 سنين ده بيأثر على اللغه؟ ما هذه واحدة من الأشياء، إنه ما في دراسة يمكن في دراسات، هو يمكن أتكلم عن شوية تفصيل عن بالنسبة لاستخدام العضلات، استخدام له تمارين النفخ والتقوية الفم واللسان والشفة وهذه. إحنا يعني شخصيا ما أنصح بها تماما يعني، كلها ما ننصح بها، ما نستخدمها تماما. كل تمارين أعضاء النطق فرق عن تمارين النطق، صح ولا لا؟ يعني احنا نسموها تدريبات العضلات غير المتعلقة بإنتاج الصوت. يعني لما تقول ولد هذه صوت، لكن لما تقول له انفخ، أو لما تقول له مد لسانك، أو لما تقول له ارفع لسانك، أو يسار أو فوق، ما لها أدلة تثبت.
قاعد تضيعي وقت الطفل والاهل، عرفتي؟ في اشياء مثبته علميا تقدر تستخدميها يعني بدل ما تضيعي وقت. عنده رغبه دحين نتكلم عن ايش؟ عن الموضوع هذا. لي ان جيبن 2015 عملوا سيستماتيك ريفيو، المراجعه المنهجيه، ما لقوا فيه دليل كفايه. يعني طبعا لاحظ نقطة مهمة، أنا شخصيا دائما أعتبرها مقياس، أن متى بدأ العلاج وشنو الأدلة اللي عندنا. مثلا التكامل الحسي، متى ما حد عنده فكرة متى بدأ التكامل الحسي يستخدم؟ في السبعينات. فتخيل شيء من السبعينات لغاية الحين ما في عندنا دليل، أنا بالنسبة لي خلاص ما استخدمه. نفس الشيء طبعا كثير أخصائيين يستخدمونه. في أمريكا في دراسة لقوا أنه 75% من أخصائيين النطق واللغة يستخدمون العضلات والتمارين هذا. فما تفكروا أنه شيء غريب يعني، بس هل معنى إذا 75% أنا أستخدم؟ لا، إذا أنا يحكمني الدليل، تحكمني منهجية معينة، لازم أرجع للدليل. طيب هل سياستكم في المركز وأنتم معتمدين على الأشياء فقط من المركز، هل ده جيد نتيجة معلومية؟ طبعاً طبعاً. يعني شفت اللي شفناه اول الكور سكيلز، ايش اسمها بالعربي؟ المهارات الاساسيه. وكنا قاعدين كل شيء نقيسه بالبيانات يعني. فمن بعد سنه كمان قسنا وتطور من 1 لـ 5. عندنا دراسات احصائيه، نسبه دمج الاطفال في مركزنا في امريكا وفي ابو ظبي 33%، نسبه رضا الاهل اللي هي هذا شيء ذاتي مش كثير موضوعي تتعدى 95%. فأكيد إن في نتائج، يعني أكيد إن في نتائج ممتازة يعني بالنسبة لأعضاء النطق. يعني نعم. طبيعي أي عضلة في الإنسان ما بتحركش فهي تحتاج إن إيه تدريب. فيعني أنت هون 75% في أمريكا شغالين بيها أو 25 غير شغالين. فالطفل لما بيكبر في السن وما يكونش عنده يكون نام غير ما فيش أصلاً نطق، فأكيد في أطفال بتفضل توحد أو مثلا معها إعاقات تانية مع التوحد، مثلا زي مثلا يكون زي فكه مثلا ثابت، لسانه ثابت. فهل يعني أنا كمختص إن أنا ممكن إن أنا أعمله تدريبات؟ نتكلم عن التوحد. طبعا نتكلم عن التوحد لا، إلا إذا كان عنده شلل دماغي وعنده مشكلة عضلية واضحة، يعني مثلا عنده شلل في الأعضاء، هذا شيء ثاني ممكن تسوي. لكن هذه الدراسات قطعية يعني بالنسبة لنا، بغض النظر، لأن في كثير دراسات، في يعني مثلا في جوانب نظرية كثيرة ما أحب أدخل بالتفاصيل، يعني اللي هو مثلا إيش العلاقة، هل الكلام يطلع من اللسان؟ لا، من هنا يطلع من اللسان، الكلام يطلع من المخ مش من اللسان. هل اللسان أو أعضاء النطق تحتاج جهد عضلي؟ لا مش صحيح، تحتاج جهد عضلي بسيط جدا جدا جدا، يعني قياسه بسيط جدا، ما يحتاج ذاك القوة اللي سؤال. هل هذا الأطفال عندهم ضعف في العضلات؟ لا، ما عندهم ضعف في العضلات. هل المشكلة في العضلات؟ لا، المشكلة في المخ، في النظام المركزي. يعني في أشياء كثير نظرية تفاصيل ما أحب أتكلم عنها، يعني مثل ما قلت في ناس يستخدمونه، هذا شيء راجع لهم، ما نقول شيء، بس احنا نقول انه ما في دليل علمي يفضل انه، يعني انا شخصيا ما استخدمه في المركز، ما نستخدمه. بالنسبه للتواصل البديل مثل ما قالت منار، انه ينصح به. ليش؟ في دلائل على انه يخفف من المشكلات السلوكيه، لان اعطيت الولد وسيله تواصل سواء تكس ولا الايباد، ما في دليل انه يحسن على النطق. ففي ناس يقول لك والله هذا يحسن، احتمال كبير نعم، بس ما في دليل كفاية. يعني أنا بالنسبة لي أفضل أن أقول للأهل ونستخدم البيكس لأنه يساعد على الكلام، بس أكون حذر جدا، ما أقول لهم ما أعمل، ما أقول البيكس يقلل من المشكلات السلوكية، يساعد على التواصل نعم، يساعد على الكلام الله أعلم، ما في دليل كفاية. يعني النقطة اللي بعدها تدخل ثنائي اللغة عند الأطفال. لما يجيك طفل ثنائي اللغة، يعني طفل مثلا هو مثلا خلينا نقول طفل أبوه سعودي أم أمريكية مثلاً، هل تقول لهم والله التزموا بلغة واحدة؟ طبعاً في كثير من الدول، معظم الناس في دراسات كثيرة لقوا أن معظم الناس يقولون حق الأهالي لا، التزموا بلغة واحدة بس، ما تلتزمون بلغة ثانية. ما في أي دليل، كل الدراسات اللي موجودة وهي قليلة جداً، يعني ب 2015 لقوا تقريباً 13-14 دراسة كلها ما لقت أي تأثير سلبي، ما في تأثير سلبي. حتى عندنا برضو في بعض المراكز لما بيكون في أطفال توحد
متفوقين في اللغه الانجليزيه اكثر من العربيه بالانجليزي. يقول لك لا خليه على الانجليزي، وقف الانجليش، لازم يعرف لغته الاساسيه. فالولد ما بيكتسبش، ان الولد اصلا ميوله كلها لغه انجليزيه. احنا عندنا ابحاث يجب. عندنا ابحاث في مركزنا على اطفال، عندنا اطفال اماراتيين. احنا مركزنا في ابو ظبي نصف المدرسين اجانب امريكان ونصف الثاني عرب، فسوينا يعني كل الاطفال عندنا ندرسهم بالعربي والانجليزي كلهم، زين، والنتائج ممتازه جدا. يعني لقينا يعني في دراسات في وفي ابحاث يعني عرضت، ما في شيء منشور بس عرضت في اكثر من مؤتمر، ان معظم الاطفال يتحسنون باللغتين، يعني اللي يتكلم انجليزي بيتكلم عربي، حتى الاطفال اللي ما تكلموا يعني ما عنده قدره انه يتكلم، المهارات الإدراكية تحسنت لدينا. فما في اللغة تانية دكتور، ما نركز على اللغات الأم اللي عنده في العلاج ولا نستخدم كل؟ طبعا هو دائما اللغة الأم هي المفروض اللغة الأساسية في العلاج. نحن نتكلم عن شخص ثنائي اللغة، يعني في البيت عندهم لغتين ما هي لغة واحدة. يعني طيب أنا حابب أن أعرف بس أن ما عنده يعني أم أجنبية أم عربية، بس أنا عندي الإنجليش ما شو مزبوط بس العربي لا ما يعرف توحدي أو المربية في البيت أو فموجودة هذه اللغة في بيئته. يعني هو صراحة يعني هو الهدف الأساسي أو النقطة الأساسية أنك أنت كأخصائي ما يفترض أنك ما تجبر الأهل أن يتلزمون بلغة واحدة. إذا كان هذا خيارهم أن يكون في لغتين، ما في دليل يأيدك أنك يخليك تجبرهم أن يستخدمون لغة واحدة. إذا هم يختارون أتوقع ما في مشكلة. الفكرة الأساسية أن معظم البحوث في اضطرابات اللغة لقت أن لغة أو لغتين ما يفرق، يعني اللي عنده مشكلة في لغة يكون عنده مشكلة في لغتين، اللي تحسن باللغة يتحسن باللغة الثانية. ما أنا ما أشوف أن في لغة أسهل من اللغة. في مسألة تعرض، إيش كثر الشخص يتعرض للغة يسمونها كمية التعرض exposure وجودة المدخول تسمى جودة الانبوت quality of input. يعني مثلا إذا طول الوقت الخدامة هي اللي تكلمها، هاي جودة سيئة جدا، صح ولا لا؟ فمهم جدا جودة اللغة وكمية الوقت اللي تعرض لها، هذه من عوامل المهمة. يعني حتى يعني في دراستنا لقينا أن الأطفال يعني كثير أطفال يتحسنون بسرعة بالإنجليزي، ليش؟ لما دخلوا المركز 70% من شغلنا بالإنجليزي، فحسن الإنجليزي يتحسن أسرع. ليش؟ يمكن لها علاقة بجودة اللغة وكمية البيئة أو البيئة اللي كانت تعلم فيها. الحين أوكي نتكلم بسرعة. عندكم فكرة عن الـ ABF؟ عندكم فكرة عن علم التحليل السلوكي التطبيقي؟ أوكي. زي ما تعرفوا إيش هو علم تحليل السلوك التطبيقي؟ هو علم المعرفة بالسلوك وكيف ممكن نغيره بحسب قياسه والبيانات. فبعض المعتقدات الغير صحيحة بخصوص علم تحليل السلوك التطبيقي أنه علم جديد، هذا غير صحيح. هو موجود من الخمسينات ولاقى نجاحات، بدأ يلاقى نجاحات في السبعينات مع التوحد. أول يعني كان يستخدموه في أشياء مختلفة للحين كمان. بعض المعتقدات غير صحيحة كمان أنه الجلسات كلها تكون جلسة فردية على الطاولة، الأخصائي مع الطفل أو مع المراجع. هذه واحدة من الطرق اللي هي discrete trials اللي هي الجلسات المنفصلة، بس في ممارسات مختلفة تانية تقع تحت علم التحليل السلوكي التطبيقي كمان. كمان بعض المعتقدات الغير صحيحة أنه نستخدم الرشاوي مع الطفل، وهذا غير صحيح. نستخدم بالضبط المعززات اللي هو بعد ما يصير السلوك المرغوب فيه نعزز الطفل. كمان واحدة من الأشياء أنه نعزز الطريقة الآلية للطفل أنه يصير سلوكه آلي. هو أطفال التوحد أو الأشخاص عندهم اضطراب توحد، واحدة من سماته أنه عنده طريقته آلية بالضبط. فبالعكس إحنا نحاول بعد ما نعلمه طريقة معينة سلوك معين نأخذ بالمجتمع وبيئة الطبيعية عشان نخفف من هذا السمة. فضلي. أيوة.
بس هو يعتبر رشاوي لو انا هدهوله لعمل سلوك سيء. طيب الرشوه يعني اول شيء معناها ان الرشوه تتاخد لعمل سلوك سيء، انت هتعمل حاجه سيئه فهديك رشوه، يعني بتقارن بسلوك سيء، كلمه رشوه عامه بتقارن بسلوك سيء. هو يعني لو هو عمل سلوك ايجابي يعتبر معاصي. لا يعني الرشوه تعطيها اول قبل ما يصير شيء معين، عرفتي؟ هذه الرشوه المعزز بعد ما يحدث السلوك معين نعطي المعزز. واحده من اهم الاشياء بس انه في اهالي يجي يشتكوا انه ولدي قاعد ياخذ جلسات اي بي اي بس ما استفاد منها، كسر لنا سنه او سنتين. هذا الفقره او المعلومه مره مهمه، مش اي مركز اسمه ABA هو يكون تحت علم السلوك التطبيقي. لازم تنتبهوا من الكريدنشلز، من مؤهلات المدرس اللي قاعد يعطي او الاخصائي اللي قاعد يعطي الجلسات. طبعا انه يكون BCBA او يكون عنده الشهاده البي سي بي او الاي بي اي، لازم يدرس بعد الماجستير سنتين، وبعد كذا في اختبار بورد، بعد ما يختبر اختبار البورد حق الاي بي اي يصير مؤهل ان يكون بي سي بي اي ثيرابيست. فمو كل احد يقول عندي جلسات اي بي اي هو صحيح عنده يعطي جلسات اي بي اي. هل هو إنه ما تطور أو إنه ما حد يستخدم ولا وش؟ دحين إحنا حنتكلم بعد الممارسات القائمة على الأدلة اللي تقع تحت مظلة الاي بي اي، عشان كده تكلمنا عنه. بالعكس في كتير ممارسات قائمة على الأدلة تقع تحت مظلة الاي بي اي، بس عشان كده شرحنا بسرعة عشان نتكلم على هذه الممارسات. أوكي. واحدة من الممارسات القائمة على الأدلة في مجال مجالنا في النطق واللغة اللي هو التعليم العرضي incidental teaching، كمان يعرف أيضا بالتعليم الطبيعي natural teaching أو التعليم في البيئة الطبيعية natural environment teaching. هذه واحدة من المبادئ اللي تقوم على مبادئ الـ ABA أو تحليل السلوك التطبيقي. خطوات التعليم العرضي يتلاعب الأخصائي بالوسط المحيط لزيادة فرص التواصل عند الطفل. ننتظر مبادرة الطفل، يعني يمكن أصعب شيء هذا أنه نستنى الطفل يبادر، بس هذه من أهم الأشياء أنه نستنى مبادرة الطفل. نقدم المساعدة للوصول إلى استجابة أعلى من مستوى الطفل الحالي، فهذا اللي نتوقعه من الطفل استجابة أعلى، وهذا الشيء اللي حنعلمه بهذه الطريقة بالincidental teaching. التعزيز يكون تعزيز طبيعي، يعني الشيء اللي يبغاه الطفل بالضبط نعطي له إياه، إذا كان أكل أو نشاط معين هو نقدم الطفل، وهذا هو التعزيز اللي يكون له. صنف من قبل المشروع القومي للمعايير أنه مثبت علمياً بعد دراسة أكثر من 30 دراسة، يعني طلعوا لها. حط الفيديو، ما في وقت فيديو صغير. النوع الثاني أو التدخل الثاني يسمى تدريب على التواصل الوظيفي، أيضا يعتمد على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي أو علم تحليل السلوك التطبيقي اللي تكلمنا عنه، عبارة عن علم يعني منهجية ممكن تدخل تحتها كثير أنواع تدخل. فعملية التدريب على التواصل الوظيفي أو functional communication training عبارة عن الطفل عنده سلوك غير مقبول، أنت تحاول تستبدل السلوك غير المقبول بسلوك مقبول وتزيد من السلوك المقبول عشان السلوك غير المقبول يختفي. هذا باختصار. مثلا لو فرضا أن الطفل لما تعطيه واجب أو لما تعطيه أنه يكتب شيء معين يرمي نفسه على الأرض، فلازم في البداية تشتغل مع أخصائي تحليل السلوك اللي هو BCBA يسوي له شيء يسمونه Functional Analysis اللي هو التحليل الوظيفي، يعني هو عبارة عن تجربة علمية يعرض الطفل لأكثر من موقف بناء على أساسه يحدد شنو هدف السلوك. إذا لقى مثلا في المثال اللي قلته أنه والله الطفل يرمي نفسه على الأرض عشان يتجنب أنه يعمل الواجب، فإذا الوظيفة السلوك فهو عبارة عن تجنب، صح ولا لا؟ الهروب. فأنت تحاول تعلمه طريقة تواصل مناسبة ومقبولة اجتماعيا بناء حسب مهاراته. إذا كان الطفل يقدر يأشر
بس ما يقدر يتكلم ممكن نقول له نعلمه إيش؟ نقول خلاص. نعم نقول خلاص. تدريجيا طبعا في البداية نحتاج يحتاج مساعدة كثيرة، لكن تدريجيا نقلل المساعدة إلى أن يستخدم خلاص. هدفنا أنه في النهاية راح يستخدم خلاص بدل ما يرمي نفسه على الأرض. فبدلنا السلوك غير مرغوب في سلوك مرغوب، وهذا اسمه تدريب على التواصل الوظيفي. هو من أكثر ال يعني أنواع التدخل لها دليل علمي في دراسات كثيرة، وتستخدم كثير تقريبا في معظم المراكز. وهذا مثال على أحدى طرق التدخل المبنية على أساس علمي. من الأنواع المهمة جدا يسمونها النمذجة، والنمذجة بالفيديو أو موديلينج أو فيديو موديلينج. النمذجة هو عبارة عن نوعين، النمذجة الحية المباشرة، مثلا أنا بدرس طفل كيف يفتح القنينة هذه، أفتحها قدامه وأفتحها قدامه ويقلدني، هاي يسمونها النمذجة الحية. والأكثر استخداما هي عن طريق الفيديو، والفيديو لو الطفل يشوف سلوك مرغوب مثلا، خاصة في مهارات اللعب، لأن مهارات اللعب فيها أكثر من خطوة، فممكن توري الخطوات كلها والطفل ينفذها. والنمذجة بالفيديو نوعين، إما أن يشوف شخص ثاني أو طفل ثاني أو شخص بالغ، أو يشوف نفسه راح نوريكم مثال على اللعب. Katie is going to play with the doctor's kit. First, she opens it up. Katie takes out the stethoscope. She puts it in her ears. Katie listens to Teddy's heart. Next, Katie looks in Teddy's ears. أحد المسائل عن نمذجة الفيديو واضحة جدا. طبعاً إحنا نستخدمها كثير. ليش؟ إنه أول شيء ما في طلب، ما في ضغط على الولد. كثير أطفال يحبون يشوفون نفسهم ويشوفون ناس ثانيين. ممكن تستخدمها مع أشياء أخرى. مثل ما قلنا في أنواع مختلفة من النمذجة. الميزة الأساسية إنه ما تحتاج إن تعلم الولد مساعدة. ما في برومتينج. ما تعطي برومتينج. ما تحتاج تعزيز وتعزيز خارجي. مجرد أن الطفل يشوف هذه هو يستمتع بالمشاهدة. والنقطة الأخيرة أنه في كثير أدلة، تقريبا أكثر من 70 دراسة أي استخدامها. يمكن تكلمنا إحنا عن التواصل البديل والمساعد بشكل سريع، اللي هو استخدام الإشارات وتبادل الرموز، نظام التواصل مثل استخدام الآيباد مع برنامج برولوكو تو جو. النقطة المهمة أنه مثل ما قلنا قبل شوي، إنه ما في دليل إنه يضر بالطفل، يضر يأثر سلبيا على الكلام، بس ما في دليل إنه يساعد على الكلام. في عندنا برنامج في الإمارات وفي السعودية نستخدمه اسمه باب نور. إذا أحد عنده مثال على أي برنامج ثاني يستخدم بالتواصل أو تطبيقات ثانية، ماكتون هو عبارة عن استخدام الصور. عشان الوقت راح نمشي شوي على الخلف. القصص الاجتماعية social stories هذا لا يقع تحت ABA، مش تحت ABA، لكن في أدلة كثير على أن استخدام القصص الاجتماعية لها مفعول إيجابي، وتعتبر تدخل مثبت علميا. ما في معنى أن نستخدمه حتى لو احنا مثلا مركز ABA، لكن نستخدم القصص الاجتماعية. مثل ما قلت، ABA عبارة عن فلسفة، لكن الوسائل ما دام انها مثبتة ABA تقدر تستخدمها كلها. هو عبارة عن نوع من النصوص المكتوبة، طبعا تكتب بطريقة معينة. مرات انا يعني قبل كم يوم او امس كنت ادور على قصص اجتماعية بالعربي، لان كنت بعطيكم مثال بالعربي ما لقيت صراحة. في ناس حاطين قصص اجتماعية بس ما هي قصص اجتماعية.
قصة اجتماعية، يعني ما تكتب قصة وخلاص، يعني لا، في لها طريقة معينة، يعني لازم تكون تجيب على أسئلة من، ماذا، متى، أين، لماذا، وتحدد السلوك المستهدف. يكون عندك سلوك واحد، مثلا في عندنا قصة أنك عن الذهاب للتسوق، ممكن نفتحها، هذه هي صح؟ أنا. وعادة تكتب هذه عن كيفية السلام، في قصة عن التسوق. دائما تكتب من وجهة نظر الشخص أو الطفل اللي راح يسوي السلوك. حركي بس من بين هو الذهاب، مثلا هذه قصة اسمها الذهاب إلى التسوق. متجر ممكن. اليوم راح نروح إلى المتجر، أول شيء راح نروح بالسيارة، وراح السيارة راح تأخذنا إلى المتجر. لما نروح المتجر راح يكون في سلة، راح نمشي راح يتكلم عن نفسه، هو دائما صيغة المتكلم. راح نمشي في الممرات، راح نختار الأشياء، راح يكون في شوية إزعاج، راح يكون في شوية أضواء موجودة في المتجر. هذا السلوك لما يكون في المتجر، ما راح أسوي كذا، ما راح أسوي كذا، ما راح أجري، ما راح أصرخ. لما نخلص راح نروح عند الكاشير، راح نحاسب، في النهاية راح نرجع للبيت. يعني الفكرة الأساسية إنك تراجع القصة، خاصة قبل الذهاب، تراجعها أكثر من مرة مع الطفل زي بالضبط. نعم. فهذه مثبتة. الثالث أو الأخير قبل الأخير هو التدخل المنفذ من قبل الوالدين، يعني هو عملية أن الأهل يكونون كمعالجين، أما بشكل جزئي يعني جانب من اليوم مش طول اليوم، أو بشكل كلي. فهذا النوع من التدخل مثبت علميا، فيه تقريبا أكثر من 50 دراسة، وشبيه له لما تستخدم الأقران، يعني لما تدخل مثلا زملاء الطالب أو أخوانه حتى في عملية تدخل. إذا الأهل رافضيني أو في جمعية. أنت أخصائية ولا أم مثلا؟ لا، أنا بس قريبتها يعني، لكن مو أخصائية، أخصائية صعوبة التعليم. هو شوف، يعني أي طريقة لابد أن يكون فيها لها تدريب، يعني أي طريقة تدخل لازم يكون لها تدريب. يفضل تدريب طريقة نظامية. تدريب طريقة نظامية هو أول شيء تعطي الأهل مثلا المحاضرة، بعدين الأهل يشوفونك أنت تطبق، بعدين انت تشوفهم وهم يطبقون، بعدين تراجع معهم اخطائهم، بعدين تسوي هذا الشغل غير اكثر من مره الى ان يكون في مطابقه بين سلوكك وبين سلوك الاهل. نعم. يمكن we're gonna skip this. حنتكلم عن انماط تقديم الخدمات. في مركز نيو انجلاند للاطفال عندنا نتبع في انماط تقديم خدمات مختلفه، فبس هذا اللي ما نتكلم عنه. إحنا نتبع نموذج تقديم خدمة الاستشارية التعاونية، فدور أخصائي النطق واللغة هو تطوير منهج التواصل، يعني وضع المنهج التواصل للطفل، تدريب المعلمين على استخدام المناهج التواصل، متابعة المعلمين والطلبة في القاعات الدراسية، فنشتغل مع المعلمين والطلبة كمان، المشاركة في اجتماعات المتابعة واجتماعات التقدم المرحلية، تعديل إجراءات التعليم لتتناسب مع كل طالب، يعني نشتغل على تطوير مهاراته إذا يحتاج ننزل على المستوى أو نعلي المستوى المهارة. فليش ننصح إحنا بالنموذج الاستشاري التعاوني أكثر من نموذج جلسات الفردية؟ يكون التدريب ثابت ومستمر طوال اليوم، يعني لما أنا أجي أعلم المدرسين أو المعلمين بنفس المستوى وبنفس الجودة حيعلم الطفل ويكونوا معاه طول اليوم، بدل ما بس ساعة تكون مثلا في اليوم أو في الأسبوع ساعتين. يتم تعميم المهارات على الأشخاص والأماكن في الوسط المحيط بالطالب، لما أنا أجي أعلم المعلمين وهو يستخدم هذه المهارة، يستخدمها مع 7-8 معلمين في أماكن مختلفة، في الصف، في المكتبة، في الكافيتيريا، يدعم أعضاء الفريق بعضهم لبعض. يعني ممكن يلاحظ المعلمين أشياء أنا ما لاحظها لأنه أنا مو مع الطفل طول الوقت، فنتناقش في هالمواضيع في الاجتماعات الدورية عشان نطور مستوى الطفل.
بسبب طبيعة الضعف الشديد في المهارات الاجتماعية عند أشخاص توحديين، زي ما قلنا حيشتغل مع مش بس أخصائي واحد، حيشتغل مع مدرسين مختلفين عشان ينمي مهارات التواصلية الاجتماعية. بالنسبة لنمط تقديم اللغة، أوصت الجمعية الأمريكية للغة والنطق والسمع في عام 2006 بالانتقال من الجلسات الفردية إلى نمط خدمة أكثر مرونة يكون فيها اشتراكية وتعاون. أمين تعاون. هو بعد نقطة مهمة، أن في كثير ناس يمكن مو متعود على أو ينصدم لما نقول إحنا ما نسوي جلسات فردية، حتى الأهل عندنا إحنا ما نعمل أي جلسات فردية للنطق واللغة للأولاد. لا، الأولاد يأخذون كل المنهج من خلال الصف، يعني المدرسين كلهم مدربين للتعامل مع الاضطرابات. يعني مثلا ان هي قدراتها عاليه وعندها استعداد تدرس، بس هي عندها هايبر اكتيف او عندهم سلوكيات روتينيه عاليه، برضه بيبقوا موجودين في الحياه الصحيه. نعم. أيوة. لان في الخدمات الفرديه مثل ما تكلمنا في البدايه، كل طفل بالخطه تقريبا كل طفل. أيوة. اخصائي. نعم. طب الفصل الواحد كم؟ ست الى سبعه وست مدرسين. ست مدرسين. طيب هل الجروس في الفصل في جلسات فردية؟ عامة جلسات فردية، بس في أوقات الكيدز يصيروا في مجموعات، مثلا وقت الغداء، وقت حلقة الصباح، حلقة، بس عامة جلسات فردية. إذا حد عنده سؤال ممكن خلص، هذا آخر سلايد، بس آخر سلايد خلص بعدين إذا حد عنده سؤال ممكن نقل. ملخص الورشة، يعني لو رجعنا مثلا محمد، إن هدفنا إن في البداية، يعني هدفنا إن إن شاء الله غيرنا وجهة نظركم، إن المركز يعني برنامج المكثف هو البرنامج الأحسن، نظام مستشفى وعيادة وإرادة، ما ننصح فيه جلسات فردية، إحنا شخصيا ما نستخدمها، نفضل نظام استشاري، يعني أخصائي يدرب المدرسين، المدرسين مع الطفل طول اليوم، ما نستخدم التكامل الحسي، أي شيء ما في دليل علمي ما نحاول نستخدمه. في النهاية إن في عندنا التزام أخلاقي كأخصائيين، بغض النظر أخصائي تربية خاصة، أخصائي علاج نطق، إن نستخدم أدلة خدمات علاجية قائمة على الدليل، إن هذا يوفر كثير من الموارد والوقت على العائلة وعلى الدولة، إن لازم من فترة لفترة إحنا كممارسين نراجع الأشياء اللي نسويها، نتأكد إن في لها دليل علمي، في كثير موارد. معظم طرق التدخل مثبتة تحليل السلوك التطبيقي، أفضل أن الانتقال من التدخل التقليدي القائم على الجلسات إلى التدخل القائم على الاستشارة والتعاون. في هذه النقطة أنه نقدم خدمات استشارية للمعلمين ولا استشارية؟ يعني إحنا نشتغل مع المعلمين، ندربهم حيث أن أي هدف يتعلق بالتواصل المعلم يقوم به، يعني بحيث ان الطفل يتعامل مع المعلم اكثر من الطالب. بالضبط. هناك حاجه برامج تقدم خدمات نموذجيه، لاحظ ان كثير مفاهيم ما هي صحيحه، نتمنى ان تكون ورشه العمل هذه يعني نقطه بدايه في اذا احد يبي السلايدز، هذا ايميلي، ايميل منار، ايميلي، بعث لنا ايميل نعطيكم نسخه ان شاء الله من السلايدز.